6 خريجة آداب سانش جامعة سانشير. خلصت درست سنة تربية وكلية تربية. بعد ما خلصت تربية سنة التربية بتاعتي درست في عباط تعلم عشان أقدر أتعامل مع الأطفال وأدرس أدرس اللغة بتاعتي لجميع المراحل الدراسية. بعد ما خلصت سنة تربوي ودرست تمييز ماجستير بكلية أدرس لولاد جيراني ولاد صحابي لمدة 2 تقريبا من خلال حبي للغة. بدون مقابل؟ بدون مقابل. وبعدين اشتغلت مترجمة عن بعد، طورت نفسي أكتر في اللغة، حبيتها أكتر من خلال اليوتيوب، من خلال درست وأنا في البيت. بعد دراستي والترجمة بدأت أنزل أدي دروس تاني، بس المرة دي كان بمقابل مادي لما طورت نفسي وفتحت السنتر بتاعي. كان شغلي بقى الخاص، بس بعد فترة طويلة من 8 أو 9 سنين من العمل في التدريب وفي التدريس من غير مقابل. وبعدين فتحت السنتر بتاعي اسمه سنتر كونجول، بدأت أدرس الأطفال وجميع المراحل الدراسية لحد ما طورت نفسي إن أنا أدي الدكاترة اللي مسافرين بره مصر يكملوا دراستهم أو يشتغلوا. بدأت أدي كمان الضباط المقدمين على اليو إن من خلال وزارة الداخلية. مشيت معايا بقى المراحل جامعة. حب اللغة بالنسبة لي يعني مشيت في كل المراحل الدراسية، وده بالنسبة للدراسة. أما فترة الأجازة اشتغلت فيها بقى أدي كورسات صيفية للأطفال، علمتهم الفرنش والإتيكيت والسلوكيات التربوية والمجتمعية وإزاي يتعاملوا مع المجتمع وإزاي يتعاملوا مع الكبير والصغير. والحمد لله لقيت نجاح قوي جدا في الحاجات دي، ربنا كرمني وبقيت ناجحة وليا اسمي ومع أصحابي على السوشيال ميديا، وطورت من نفسي وما زلت الحمد لله مستمره لحد دلوقتي بشتغل. مي سيد كمان 31 سنه، ايفنت بلانر، بدا حوالي من 3 سنين ونص، ديكوريشن حفلات اسبوع اعياد ميلاد، ديكوريشن محلات ومطاعم وكافيهات. الاول كان هوايه بحته، وبعدين حولت هوايه لبزنس. انتشارك ازاي بقى؟ انتشاري كان من على جروب اونلاين على فيسبوك، وما زلت اونلاين برضه. من البيت كله؟ نعم من البيت. من البيت كله. دراستك ايه مدام مي؟ انا تربيه انجلش، وبس ما اتجهتش قوي لموضوع التدريس، يعني حبيت ان انا اعمل حاجه انا حباها، ان انا اغير لاند ميل، فهوايه عندي يعني، فحبيت ان انا اعمل حاجه حباها وعشان اقدر ادي فيها. أنا اسمي ولاء يحيى، صاحبة محل هاريكيت. ابتديت من 5 سنين ونص تقريبا أو 6. ابتديت من البيت طبعا، كان زي مشروع تقريبي كده صغنون، كنت بشتغل في البورصة الأول وفي مكتب محاسب قانوني، وبعدين حولت المكان كله البيزنس، فأصبح الموضوع من إن أنا بشتغل في البيت. النهارده بعد 5 سنين انا تحت ايد 12 عامل شيف ومساعد، عندي مصنعين، عندي محل، الحمد لله، وبنفتح قاعة تاني والتالت لسه ان شاء الله. انا عملت اول توتوريال بيتي، كان نوع من انواع ان انا حابه اشوف الصناعه دي ازاي. بعد ما عملتها بدات الناس اللي كانوا حاضرين يطلبوا مني اعملي كده، وبعد كده بدات ربطت البيزنس، لان انا بحكم ان انا تجاره وبحكم ان انا شغاله في البورصه، ربطت ما بين البيزنس بالحلويات. أنا هبة سلمان، خريجة آداب إعلام، متجوزة وعندي 3 أولاد. شغفي بدأ بالحلويات من فترة طويلة، وراسع من الوالدة ربنا يديها الصحة، وقررت أسقط الشغف ده بالدراسة وسافرت بلدان كتير وأخدت كورسات كتير. الحمد لله قدرت أفتح مكان صناعة الكيك الزقازيق باسم كيك ستوديو. بدأتي حضرتك من البيت؟ بدأت من البيت أيوة طبعا، ولما لقيت الناس تقبلت الموضوع جرأوني إن أنا أعمل كيك ستوديو، والحمد لله. أنت دراستك إيه بقى مدام؟ آداب إعلام. لكن أنت يعني ما لقيتيش مثلا نفسك في الإعلام الأول، ولا أنت كنت حابة المجال؟ لا أنا حاولت، بس ما توحيتش ليا فرصة في العمل في مجال الإعلام، فقعدتي في البيت خلتني إن أنا
يعني اطور نفسي في مجال المطبخ، واخدت كورسات كتير بعيدة عن الاكل في المطبخ، ليها علاقة بالتذوق وفنون التقطيع، ويعني ما كانش ليها علاقة بالاكل بشكل مباشر، لكن هي وسعت افاق حاجات تانية. وسفري بقى خلاني ان انا اطور من نفسي كتير، وطبعا دلوقتي انا عضو جمعية الشيفات الطهاة المصريين، جمعية الطهاة المصريين، انا معايا لقب اماتور شيف. بدأت من على النت ولا؟ بدأت في مصر من على النت. الفيسبوك هو اللي نشرني، والناس كانت جميلة واستغربت الموضوع، والموضوع بدأ يعني بداية كويسة.